طيب موضوع رفع القيد، الحقيقه سمعنا كلام كتير جدا وان شاء الله بنسمع بوادر، لسه ما جاش تصريح رسمي، لكن يعني كله كلام ان في اتجاه كل المحبين والعشاق وعندهم استعداد كمان ان هم يساهموا في رفع القيد، لكن عايزين بقى نعرف المعلومه الحقيقيه، هل ده من ضمن الاولويات الملحه ولا زي ما حضرتك ذكرت لي ان تجديد العقود الاول عشان الصفقات؟ لا انا ما قلتلكش، انا مش قصدي العقود الاولى، بقول لك بالمنطق هتقول ان العقود اولى لان دي قوام اساسي وانك محتاج بعد القيد لسه صفقات، لكن كلامي ان كل ده شغال بالتوازي، مفيش حاجه قبل حاجه. هي فترة حياة وبرضه توازن. ملف القيد ان شاء الله هتلاقي يعني لما يتم زي ما حصل مع فتوح هيعلن عنه فورا بدون الدخول في اي تفاصيل. يعني هي تمام. بعض المواقع او يعني الاعلاميين عايزين ان انت كل يوم الصبح تديهم تقرير وصلت لايه في الملف الفلاني وجالك ايميل وبعت ايميل، ده مش منطقي ابدا في اي ملفات تفاوض. لما ينتهي الملف المعين الفلاني سواء القيد او غيره هيعلن عنه فورا، وهو شغالين عليه بقوه الفتره دي. حقيقة كلام محترم وكلام منضبط جدا جدا ورسائل واضحة. طيب سمعنا برضو احنا بنقل لحضرتك صورة الشارع وصورة الجماهير لا بشكل اتفضل. عام، وفرصة ان حضرتك موجود معانا الحقيقة بيبقى رد حضرتك في حسم كبير جدا وفي يعني شفية ووضوح شديد. ملف زيزو سمعنا كلام كتير وسعر بيعلى، وهل زيزو من الثوابت؟ هل الناس متمسكة؟ هل في فعلا عروض عمالة تيجي لزيزو؟ فكيف التعامل مع ملف زيزو؟ زيزو نجم الفريق، وزيزو يعني عايز اقول لك الجمهور وفنيا هو من يعني احسن لاعب في مصر في اخر 3 4 سنين، وجوده في الزمالك عمر يعني شبه افاسي. لكن يعني هو نوع السؤال لما حد بيسالك، يعني انت ممكن حد يقول لك لو جالك 20 مليون دولار هتبيع زيزو؟ طب لو جالك 15، يعني في اسئله بتبقى بصيغ مختلفه كتير. بالظبط. لما يجي بقى عرض من دول ساعتها يتم البت فيه، والله ممكن يجي لك رقم وتلاقي ان زيزو ما يتعوضش حتى لو بالرقم ده، فهتقول لا. صح. يعني هي الفكرة ان حسب نوعية السؤال، في ناس بقى بتاخد السؤال ولا تقربه الصلاة، يجي مثلا يسألك طب لو زيزو جاله كذا هتقول له اه هبيعه، يقول لك بص عايزين يبيعوا زيزو. هي دي الفكرة ان السؤال بيتسأل ازاي، لكن زيزو طبعا لا غنى عنه في الفريق. لا وفي طرح تاني والله ما اتطرحش، ليه ما سمعناش عن تجديد زيزو؟ لسه زيزو لسه عقده فيه سنة ونص او تمديد يعني عقده يعني، عشان هو لسه سنة ونص، عشان انت عارف برضه الناس بتتكلم ان يناير الجاي والحاجات اللي احنا ممكن انتوا ما انت برضه كمجلس مش هتسيب واجهتوها. لعيبة عقودها انتهت بالظبط. ولسه ما جددتش وتروح تمدد عقود، يعني في حاجات برضه اعتبارات. مترتبة شوية. وزيزو من الناس اللي ملتزمة جدا جدا بره وجوه الملعب، يعني مش حد ممكن يتلاعب بأي اتفاقات يعني، وشفنا قبل كده في مواقف كتير زيزو اشترى الزمالك في كل المواقف اللي فاتت. دي حقيقة الحقيقة.